هو واحد تحفظوه وين يحطوه وخلوه في المنطقة المركز يهزوه كذا عنده تهم حطوه في الجيوب كذا عنده تهم أخويا ما عندهش حتى تهم القانون مازال ما وقالوا قانون القانون مازال ما خداش مجرى مازال ما ثم حتى شيء باش يهزوه ما عندهمش حق باش يهزوه ليش يحفظوا أخويا بعد قالوا له برا راهو في المنطقة حاطينه تحفظ في المنطقة باش ما يجرى له حتى شيء الناس تفرقت وما ترك فاش دوروا وهزوا للمركز ده قلوا تهم ما نعرفوش عليه شيء مركز دخول نتاع ما عندوش حق ما عندوش حق ثم حاجه نقطه ما عندوش حق باش يوقفوا المره الاولى ما عندوش حق باش يهزوا انه هو اللي عمل له يهزوا للمركز انه هو عنده تهم سامحني شكون هزوا بالضبط رئيس المركز هزوا رئيس المركز خاطر احنا قلنا هزوه الجيش قالوا باش يتحفظوا عليه خاطر جاي يتحفظوا في المركز قالش يهزوا فيه في المركز لا ما هزوش الجيش معناها هزوا رئيس المركز شكون جا وحده برجليه خويا الطبيب الشرعي يقولوا راهو البكاري وهمامي في كاتريام ديجري في الحلقات مش صحيح خويا لانه الاخر بدمشي وما يسميش كاتريام ديجري حتى بريمير ديجري ما وصلهاش على خاطر هو صايم ما يسميش مقتول مش سميش هذاك كاتريام ديجري في الحلقه ما يسمى مش محروق خلاص مش محروق بدمشي وصايم.